مثل ما أخذنا المحاضرة اللي سبقت راح نعمل ريفيو على المثال اللي أخذناه. لو افترضنا أنه عندي أربع أعمدة كل عمود الكروس سكشن مالته 300 × 400 ملليمتر موضوعين بهذا الشكل، السنتر في سنتر سبان 6 متر باتجاه العمودي 5 متر باتجاه الأفقي. هذا مطلوب من عنده أنه نصمم فوقاته أشي. نحتاج نخلي فوقاته فلات سلاب. What the meaning of flat slab? Flat slab, there is no beam. يعني ما راح يكون beam أكو بين هذا الكولوم وهذا الكولوم. يعني بالعادة نحن أشعدنا نخلي beam بين كولوم وكولوم نحط beam. بس في بعض الأحوال ما نحتاج نحط beam. يعني الحمل اللوت راح ينتقل مباشرة من السلاب إلى وين؟ إلى الكولوم، إلى العمود مباشرة. هذا يسمى design of flat slab. يعني إيش نقصد بالسلاب؟ flat slab هو ما موجود بينه، ما راح يكون متوفر بينه ايش؟ البيم. انه البيم هو الحلقه الوسطيه اللي ينقل الحمل بين السلاب وياخذه من السلاب يوزعه على البيم ومن البيم يروح على الكولوم. بس بهالحاله احنا ما عندنا. هاي التطبيقات مالته نستخدمه في ايش؟ مواقف السيارات، بعض الابنيه نحتاج نوفر بها بهالطريقه هذه. الغايه منها هو اشنو؟ نحصل على فضاءات بدون عوارض. يعني اذا عندي تمديدات صحيه، اذا عندي تدفئه، اذا عندي فقط شيء التمديد يكون اسهل اذا كان ما موجود البيم. بما انه بيم موجود بينه راح يكون شويه معقد اكثر يعني. وايضا للاغراض المظهر، يعني المظهر العام يكون حلو اذا تقشع فلات بدون اي كسره في الوسط. لاغراض كثيره نرجع الى ان نعمل فلات سلاب. طبعا نجي مثل ما قلنا هذا الفلات سلاب علينا ايش؟ علينا QU live load مثل ما حكينا 3.83 كيلو باسكال. ايش نقصد بالكيلو باسكال؟ اللي هي كيلو نيوتن لكل متر مربع. تذكرون الكيلو نيوتن قلنا ايش قد يساوي لنا تقريبا؟ قلنا يساوي لنا شخص وزنه 89.81 كيلو غرام. يعني تقريبا ايش قد بالمتر المربع اكو؟ تقريبا بالمتر المربع اكو اربع اشخاص يعني تقريبا. هذا وزن اللايف لود. وزن الديد لود ايش قد ذاته؟ الوزن الديد لود 5.3 كيلو باسكال. بين قوسين اعطاك سلاب ويت انكلودد، يعني وزن السقف مؤخذ بنظر الاعتبار فما يحتاج ناخذ. اف واي مقاومه الشد لحديد التسليح ايش قد ذاته؟ 414 ميجا باسكال. والمقاومه الانضغاط للخرسانه ايش قد؟ 20 ميجا باسكال او نيوتن على المليمتر مربع. طيب هذا من يكون فلات سلاب. يعني انا اخذت تيبيكال فلات سلاب، يعني اخذت بي واحد او اخذت سلاب واحد. هذا السلاب 6 متر ب 5 متر بهالاتجاه. يعني هذا اكو كولوم الاخ مثل ما تشوفون هوني ايضا السبان من هوني الى هوني يشبهه 5 متر. وبالاتجاه الاخر هنا ايضا اكو كولوم اخر 5 متر. وهون بالاتجاه نحو الاسفل ايضا اكو كولوم 5 متر. بالاعلى ايضا اكو كولوم على مسافه 5 متر 6 متر. فيعني هذا نحن عم ناخذ تيبيكال، يعني عم ناخذ جريد واحد من العمود. طيب من هنا اول شيء اخذنا ايش حتى نحل؟ اخذنا سلاب ثيكنس. نحن نحتاج نصمم اللي سمك السقف، فنحتاج اول شيء نعرف ما هو سمك السقف. فاخذنا ايدج مينيمم يساوي لنا ال يو على 33. ليش ال يو على 33؟ لانه اكو بالتيبل، التيبل قال لنا هذا جبناه من التيبل. التيبل فور وان واي شير تيبل من اعطانا هي with drop without drop. اذا تذكرون اخذناه من هذا من تي سي دي بار. بعدين ال يو اخذنا ال يو اكبر مسافه، فعندنا 6 متر وعندنا 5 متر. فناخذ ايه هنا؟ ناخذ 6 متر ب 6000 تقسيم 33 طلعنا 182. ممكن ناخذ 5000؟ نعم ممكن ناخذ. اذا اخذنا 5000 جد راح يطلع لنا، راح يطلع لنا اقل من 180. اوكي بعدين راح نرجع نختار، لانه ايج مينيمم راح نرجع نختار اكبر واحد منهم. فاخذنا اللي قدام السبان الكبير طلع لنا ايش قد؟ طلع لنا 182. طبعا احنا مثل ما قلنا هاي الارقام لازم نعمل لها راوند اوف، نسوي لها راوند اوف. اخذنا 190، يعني 190 ممكن وكذلك 200 ممكن. فخلينا افترضنا لو اخذنا 190 انا اريدها تطلع غلط حتى اشوفكم شلون نغير. فاخذناها 190 ملم. نحتاج لنا تشيك اثنين، تشيك فور وان واي شير اللي هي احتمال يصير كراك من هذا العمود يم هذا العمود ويم هذا العمود ايضا يجر خط واحد بهالشكل، او يكون بين هذا العمود وهذا العمود يجر خط واحد.
هذا يسمونه one way shear crack او يكون بينه punch shear، انه مثل ما قلنا هذا الكولوم راح ياخذ جزء بسيط من السقف مالته وباقي السقف وين راح يروح؟ راح ينزل نحو الاسفل، وهذا الكولوم هو جزء بسيط من السقف راح يبقى بالاعلى. طيب بعدين رجعنا ثاني شيء عملناه، ايش عملنا؟ حسبنا ال QU اللي هو Ultimate Load on the Slab 1.2 Q Dead Load plus 1.6 Q Live Load. فاتني أقل لكم دكتور عبد الوهاب وصاني أنه لقاء معاكم راح يكون إن شاء الله الساعة 5 بدل الساعة 3، يعني أنتم حتى ترتاحون وتتغدون على راحتكم وبعدين تلتقون معهم الساعة 5، وهم عندهم ارتباط من اجتماع آخر الساعة 3 صائمين. فاتني شغلة أخرى أبلغكم، الحضور الموجود معاي كلته واللي يشارك معاي راح نزيدهم إن شاء الله، راح عليكم سهل، راح نزيدهم حسب التعليمات الوزارية 5 درجات على السعي، يعني 5 من 40 اللي عنده حضور كامل. فيعني انتم هاي جتنا بالتعليمات الوزاريه، طلعتم عليها لو ما طلعتم عليها؟ بلى بس راح اخليكم طلعنا عليها. راح اخليكم من الميكروفون. فيعني حاولوا تنبهوهم على الحضور. دكتور على الحضور 5 درجات؟ على الحضور 5 درجات، والامتحانات ايضا اللي عملها والكويزات اللي عملها راح احسبها. فعندكم وعندكم الكورس الاول درجات كنا امتحنتم، كويزات عندكم، يعني احتمال راح نحتاج فقط نحتاج فقط نعمل امتحان فصلي واحد. مرسكم بس اجاوب هذا. تمام تمام. شلون؟ انا سامع خليك الله يخليك. والله المحاضرة عندي هالساعة، خذ دكتور. عيني خذ. امرني. امرني. ايه دكتور. عيد الحضور بس الكتروني لا عيد الحضور شيء محدد. انا نعم. طيب طلعنا اشقد طلعنا المجموع الكيو يو طلع 12.5 كيلو نيوتن بير متر سكوير او كيلو باسكال، اللي هو يعني هذا السقف راح يكون علينا يحمل مقدار 12.5 كيلو نيوتن لكل متر مربع. طيب هسه اول شيء مثل ما قلنا راح نجي ناخذ التشيك فور وان واي شير. وان واي شير ايش عندنا؟ عندنا بالوان واي شير تشيك وان واي شير ان فيرتيكال دايركشن، راح اخذ اول شيء اول قص مثل ما تشوفون هون راح اظلل لكم هو بالهذا. شوف هذا شوف هذا الكولوم الاول، الكولوم الثاني، الكولوم الثالث، الكولوم الرابع. شوف اشقد راح يكون عندي، شلون راح يكون عندي الشير؟ الشير راح يكون عندي بهذا الخط اللي هون، راح يصير عندي فطر بين هذا العمود وهذا العمود بهالاتجاه هذا، يعني احتمال يكون بهالاتجاه واحتمال يكون بالاتجاه الاخر، هون ما في مشكله، يعني نفس الشيء. او يكون عندي هنا هالمكان او بهالمكان هذا، يعني بهالمكان او بهذا المكان كله اوكي، بس نحن نشيك واحد. بنجي ناخذ ايش؟ نحسب ايه هاي المسافه اللي هي جدا مهمه، اللي هي راح تعمل لنا ال نوت. هاي ال نوت اللي هي راح تعمل لي الكراك، المسافه من السنتر لاين بين هذا العمود وهذا العمود. ايش هذا السنتر لاين؟ هذا السنتر لاين، هذا السنتر لاين بين هذا العمود وهذا منتصف الشكل.
راح نحسب نسبة النقل. هذا الفطر من خلال الملاحظات شافون انه يحصل على مسافة دي من وجه العمود، على مسافة دي من وجه العمود. فأول شيء لازم نحسب دي، فحسبنا 190 ناقصا 30. ليش 30؟ أخذنا الكفر كونكيت كفر فور ستيل حتى نطلع العمق الفعال. طلع العمق الفعال 160 ملم اللي هو إيه هذا؟ شوفون هذا 160 إلى السنتر مع البار أبو 12 تقريبا قلنا 160. فقلنا يعني مسافة شغل عندي إحنا عندي مو هذا 300 نص شغل 150 150 160 صار عندي 310. رجعنا شو سوينا؟ قلنا 2500. ليش 2500 أو 2.5 حتى نعملها بالمتر؟ يساوي ناقصا 0.15 نص القلم، لأنه سنتر تو سنتر هاي المسافة. فهاي المسافة كلها 300، هاي 300 نصها شكل 1500 أو 100.15. ليش 2500 ناقصا 150 ناقصا 160. 160 شنو؟ العمق، لأنه الكراك وجدوني يحصل على مسافة دي من وجه العمود، من وجه العمود. فنحن إلى نص العمود واصلين، فلازم أمشي أول مرة أطرح نص العمود وبعدين أطرح دي. فطلعت L node إيش قد؟ طلعت 2.19 متر. من هاي العملية كلها، وشوف هاي المسافة كلها طويلة، من هاي من اللي هنا إيش قد مسافة حيل طويلة. فنحن إيش قد راح نأخذ؟ راح نأخذ متر واحد منها، راح يكون متر في L node في Q عليها حمل Q حتى أحسب لي هذا البي اللي هو القص. هذا القص for one way. فايش حسبت هسه من هاي؟ حسبنا Q يساوي ان QU في L not في 1 ف 12 ونص QU في 2.19 اللي هو L not في 1 متر لكل متر. ايش قد طلعت لي؟ طلعت لي 27.4 كيلو نيوتن. هذا كمية القص one way، يعني V يساوي لنا one way اتجاه واحد. I received my email. I had to answer to that one. It's okay now. زين. إيش قد هسه عندي؟ عندي الفورمولا أخذناها مال one way shear يساوي لنا شنو؟ D1 اللي هو المطلوب نحطه على الشكل. فايش قد مطلوب دي؟ يساوي لنا 6 في 11 على 5 في لندا في اف سي برانك بي. القانون هاي منين جاي؟ هذا القانون من الاي سي اي كود. طيب طيب شو عندي؟ 6 في 27 ال1 واي شير ضربناها في الف. ليش في الف؟ حتى نحولها، لانه هاي كلمه حولناها على نيوتن. ليش؟ لانه الاف سي برايم عندنا نيوتن على المليمتر مربع على 0.75 لاند سكوير اف سي برايم في الف. ليش الف اخذنا؟ لانه البي هنا ايش قد؟ اخذناها لمتر واحد. شوف هنا وهنا متر واحد، فطلعت لي ايش قد؟ 49 مليمتر. انا بالمحاضره السابقه بالوهم كتبت 190، احسب ال 190 هو دي، الصحيح هو ايش قد؟ هو 160. فهاي لازم تقارن مع 160 وليس مع 190. واضح يا شباب؟ تمام. طيب نرجع. هذا اذا اوكي سيف فور وان واي شير، يعني وان واي شير ما راح يحصل بالحاله، بس الوان واي شير بالفيرتيكال دايركشن ما راح يحصل، احتمال يحصل بالهوريزونتال دايركشن، فلازم اشيك الشير بالهوريزونتال دايركشن ايضا. فاذا جيت على شيء ثاني اللي هو check for shear in horizontal direction، check for shear in x axis لما يصير في المكان هذا. هذا مكان الكراك. على مسافة ايش قد قلنا؟ على مسافة دي من وجه العمود. دي من وجه العمود. فعندي العمود كله 400 في الاتجاه، هذا عمقه كله 400. 400 نصها ايش قد؟ 200 و160 صاروا ايش قد؟ صاروا عندي 360. صار مجموع 360. فاحتاج اطلع ال نوت 2 قلنا 3 ناقصا 360 يساوينا 2.64 متر. نفس الكلام راح اعيده هسه. راح يصير 2.64 في 1. ليش 1 قلنا؟
اللي أخذنا متر واحد في الاتجاه الاتجاه الأفقي متر واحد راح ينظر في ايش قد؟ في 12.5 اللي هو الـ QU الـ Ultimate Load. ايش قد انطاني لود one way shear؟ اعطاني شير من هذا الشيء. شوف واضح هنا هذا. عفوا انطاني 33 كيلو نيوتن. طيب هاي 33 نجي ايضا نحسبها one way shear 6 في V1 على 5 في لندا FC برايم في B0. نجي 6 في 33 ايضا ضربتها في 1000 قسمتها على 0.75 في على 20 تحت الجذر في 1000 ايش قد انطاني؟ انطاني 60 ملم ايضا هذه لازم اقارنها ايش قد؟ هذا يعني معناته شنو؟ معناته حتى لا يصير one way shear احتاج سمك سقف ايش قد يكون؟ 60 ملم او اكثر ايش قد انا محط؟ كنت حطيت بالوهم ايضا كتبت 160 190 الصحيح لازم دي اكتب 190 لازم هاي صلحوا هاي الشغلتين صلحوها المناسبة آمنة آمنة هي ذكرتني بها تشكرون اي 160 ملم واضح تقارنوها مع 160 فايش قد امينة لحد الان it's safe so far it's safe okay for one way shear يعني هذا الشير الكراك الموجود بهالمكان هذا ما يحصل ليش لانه المطلوب ايش قد احتاج احط به 60 مطلوب انا ايش قد كنت حطيت 160 فامين ومنا ايش قد مطلوب منا مطلوب تحط 49 مثل ما موجود هنا حسبنا 49 نحن ايش قد حطينا؟ حطينا 160 فهو امين للون ويشير بالاتجاهين الافق والعمود طلع عندي الشغله الاخيره اللي هي تو واي شير اللي هو القص باتجاهين او البانش شير يسمونه البانش شير بانشين شير هذا العمود اللي تكلمنا عليه يعني راح اخليكم اياه يعني واحدة من الأعمدة ناخذها خلينا نفترض انه هذا العمود ناخذه وناخذ السنتر الى نصف هذا المكان ايش قد نقول منا هذا الحمل كله راح يجي وين على هذا العمود وهذا ناخذ منتصف المسافة بين هذا وهذا نحدد ومنتصف المسافة بين العمود اللي بعده بين العمود اللي خلفه وهذا العمود فايضا ناخذ نصف المسافة فنرجع هاي المسافة هي 5 معناته هاي ايش قد صارت سنتر في سنتر؟ ايضا صارت من مركز الفضاء هذا الى مركز وسط الفضاء هذا 5 متر ايضا لو اخذنا بهالمسافه هاي 6 متر معناها اذا اخذت منا 3 من الفضاء الثاني ايضا حيجي لي 3 فصارت 3 5 في 6 ورسمت لكم اياه مثل ما ذكرنا المحاضره السابقه قلت لكم هنا راح يصير العمود راح ياخذ جزء بسيط من السقف والباقي ايش راح يصير به؟ نفترضون انه راح ايش؟ ينهار ويسقط وين؟ نحو الاسفل. فايش قد هاي المسافه كلها؟ هاي راح تكون عندي 5 في 6. نطرح منها شنو؟ نطرح منها فقط هذا المسافه الصغيره اللي راح تظل مع العمود اللي مشلبه فوق. ايش قد هاي قيمتها راح تكون؟ راح تكون دي اوفر 2 منا ودي اوفر 2 منا. يعني بالمحصله راح تكون دي مثل الون واي شير، بس الون واي شير باتجاه واحد دي. شوف الطلاب كثير يغلطون بها هاي بالامتحان بالامتحان ايضا الون واي شير يحسبوا على مسافه دي اوفر 2 الون واي على مسافه دي التو واي على مسافه دي اوفر 2 يعني من نادي اوفر 2 ومن نادي اوفر 2 بس من الاتجاهين ايش قد دي نفس الكلام باتجاه العمود فلو اخذنا هذا وكبرناه هنا راح نجي ونخلي العمود ابعاده ايش قد العمود ابعاده 400 في 300 نجي دي اوفر 2 منا الدي ايش قد قلنا؟ قلنا 160 الدي نص ايش قد؟ 80 منا و80 منا يعني مو 80 160 من كل جانب دكتور ليش الشكل؟ هو هالشكل الكود يقول لك يحصل الكراك هذا الفيلير راح ياخذ دي اوفر 2 منا ودي اوفر 2 منا اوكي؟ يعني راح ياخذ شيء بسيط من السقف والباقي ايش بينه؟ يسقط طيب فايش قد قلنا؟ قلنا اي هاي المسافه راح نحسب منها بي نوت اللي هي اي هاي البارامتر هاي البارامتر اللي هي محيط اي هذا البارامتر اي هاي يعني هذا مكان الفشل اللي راح يصير هنا هذا اللي رسمته بالازرق هذا ايش راح يصير به؟ راح يبقى واي شيء خارج هذا راح ينزل ينهار
خارج هاي المساحة، المساحة المظللة. فجينا هاي كبرناها حتى بس نحسب المساحة، قلنا هاي 300 العرض مال العمود، قلنا العمود منها 300 وجاء منها 80، منها 80 ايش قد صار؟ صار 460. كل هذا المكان راح يبقى ويا العمود، ما راح ينهار. باتجاه العمود ايش قد عندنا؟ عندنا 400، لانه العمود مو مربع 300 في 300، العمود ايش قد؟ 400 في 300. فايش قد صار عندي؟ منها 80 منها 80 صاروا 160، و400 صار 560. شوف هنا دائما نزيدها دي. اوكي؟ نجي نحسب بي نوت. بي نوت اللي هي شنو؟ بي نوت اللي هي محيط هذا البارامتر هذا. اذا مشيت فوقاته شو راح يكون عندي؟ راح يصير عندي 2 تايمز في 460 زائد 560، 2.04 طلع لنا متر. نجي هسه نحسب التو واي شير. التو واي شير او البانش شير نحسبه 5 في 6، هاي المسافه اللي قلت لكم عليها، 5 في 6 الكليه اللي راح تسقط. بس هاي مو كلها، ظل جزء بسيط من العمود فوقها اللي هي ايش قد قلنا؟ 0.46. هاي المسافه هاي راح تبقى، فلازم نطرحها 0.46 في 0.56 هاي المسافه. نضربناها في ايش قد؟ في 12.5. ليش 12.5؟ اللي هي الوزن حتى نحسب الشير مال بانش او الاختراق. ايش قد طلع لنا بعد ما عوضناه؟ طلع لنا 372 كيلو نيوتن. هذا البانش شير، هذا البانش شير البي، او يسمونه في 2 واي. زين هذا الفي 2 واي نجي نحسب ايش قد نحتاج الفي 2 واي. الفورمولا مالته يقول مو 6، 3 في 2 على 5 في لندا اف سي برايم في بي مو. نجي 3 في 372، منين جبناها 372؟ الشير اللي حسبناه مثل القصله على السرعه، ضربناها في الف حتى نحولها الى نيوتن، قسمناها على 0.75، ضربناها في 1 في اف سي برايم مقاومه الخرسانه، ضربناها في البارامتر. هناك بال1 واي شير كنا ايش قد ناخذها؟ 1. هنا لا، نحسب هذا المحيط هذا الازرق اللي قلنا عليه. فنحن كنا حسبناها البارامتر ايش قد بي نوت مطلعين، يعني طول ايه هذا الزجزاج 2 في 460 زائد 560 تطلع 2.04 متر. طيب عوضنا، طلعت لنا ايش قد؟ طلعت لنا يحتاج 163، يحتاج 163 حتى ليصير نعم. خلي بس اكمل هاي. يحتاج البانشنج استاذ هنا عفناها بالمتر تمام؟ ايه 2.04 عفناها بالمتر بس لا بالوين الوان يشير لا اوكي على المليم 2040. حولناها على اضربها هنا هالشكل، حطها هنا هالشكل يطلع لك هذا الرقم. منو سال؟ محمد سال؟ محمد صلاح؟ ايه استاذ نعم. عيني دحق فيه. 3 في 372 في 1000 على 0.75 على 1 تحت الجذر 20 على 2040. واضح؟ يطلع لك 163. 20 اوكي؟ يطلع 103، يعني هذا يريد 163 حتى شنو؟ حتى لا يصير بي بانشي. احنا ايش قد كنا حاطين هذا؟ احنا موجود 160. لانه الدي الموجود الافيلبل ايش قد؟ 160. فمعناته شنو؟ البانشير راح يحصل. اذا وي نيد دي 2 163 تو افويد، حتى ايش؟ حتى نمنع البانشير. بس الدي الافيلبل ايش قد؟ نوت سيف. اذا هو ما راح يكون امين والبانشير احتمال يحصل. على مود ايش؟ على مود 3 مليم. فايش قد راح نسوي نحن؟ غيرنا السمك مال 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 سلاب. فمكان ما استخدمنا 160 ايج، استخدمنا ايج يساوي 200. فدي ايش قد راح يساوي؟ 200 ناقصا نعم؟ بدل 200 اي ف 200 ناقصا 30 راح يطلع لنا 170، ف 170 راح تطلع ايش قد؟ اكبر من 163 المطلوب حتى ايش؟ حتى ما يصير عندنا بانشير. وفي الحالة يكون امين. اور ممكن نستخدم حتى تكون امين اذا انت جديد متخرج تريد تشتغل، حتى تكون امين وما تدور راسك شويه تاخذ لك اخاف كن نسيت شغله ما مضبوطه، والامان اكثر خذ 220 شويه اكثر يعني هم بعض.
وليش قلنا هالمسافات تزيد؟ يعني تزيد ارقام راوند اوف، يعني مو ما يصير تزيد تقول 205، ما يعني ما يضحكون عليك، ما ممكن تشكل ارقام، لازم تكتب ايش قد 220 او 240 او 225 ممكن، 250 ممكن ايضا. فايش قد اخذنا؟ اخذنا 200 احنا قلنا. اذا اخذنا 200 الدي ايش قد راح تطلع لنا؟ 170، اكبر من 163 المطلوبه حتى نحصل، حتى لا يصير عندي بانشير. وبالحاله انا مرتاح. ظل عندي شغله ثانيه، هاي كتبتها هنا كلها، دي راح تساوي لنا ايش قد؟ 49 و63 العكس. يعني الدي راح تكون امينه لانه بالون واي شير نحتاج 163، وانا عندي ايش قد؟ عندي 170. بالتو واي ايش قد عندي؟ عندي بالون واي عندي 49 و63، وبكل الاحوال راح تكون امينه. اخذنا ايش بعدين؟ الشكل هذا رجعنا عليه، أربعة أعمدة عليهم حمل شقد 12.5 كيلو نيوتن للنيوتن. هاي المسافة منا لهنا سنتر تو سنتر شقد 6 متر. فقلنا إذا أخذناه في الاتجاه قصيناه، شوف العمود طلعت لكم إياه بالأحمر، شو راح يصير عندي؟ راح كأنما هذا الحمل كله ألمه بهالشكل، وهاي وأحطه هنا ألمه وأحطه هنا. فحتى ألم هذا الحمل بهالاتجاه لازم أضربه بهالمسافة خمسة. فضربت 12.5 في 5 طلعت لنا شقد 62.5 متر. هذا بالاتجاه، يعني هذا الحمل كله يروح بهالاتجاه. طيب وهذا الحمل ايضا بهالاتجاه يروح جوا على هذا الشكل، على عمود يمنا وسلاب موجود هنا. فشقد 12.5 في 6 في هذا في 6 صار عندي 75 كيلو نيوتن بير متر. شوف الوحده صارت كيلو نيوتن بير متر. يعني سؤال ليش أخذنا نص بنص مثلا نص. يعني الخمسة 2.5 يعني على الجهة اليمين 2.5 على الجهة اليسار. من السؤال هذا السؤال بس حتى أعرف اسمه؟ مصطفى عاشت إيدك أخوي لحق عيني مصطفى. شوف نحن أشعدنا هذا، لو فرضنا هذا العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، كم رقم عدوين هاي الساعة تشوفها هاي؟ ايه هذا العمود. نحن عنصمم، خلينا نقول يا سلاب عنصمم هذه مثلا، عنصمم ايه هذه، خلينا نقول اللي بعده هو راح يكون بهالشكل هذا، كلها اعمده. احنا اخذنا بس هذا عنصمم هذا. فش راح من تاخذ الحمل مال هذا، ما تقول خمسة، هاي مسافه خمسة متر اوكي، تقول ناخذ نصها. يعني هذا العمود صح يجي له نص منه، بس من الصفحة الثانية جرعة يجي له. اوكي هم نصي. إذا ايضا نص، يعني 2.5 منه و2.5 منه، فراح يصير علينا شقد علينا خمسة. نفس الكلام بهالاتجاه، يعني حيجي له منه نص ست، نص الستة. اوكي استاذ اوكي وصلت. راح يصير واضحة هاي شلون صارت؟ ايوه شكرا استاذ. فايش قد طلع عندي الكيو؟ كيو طلعت هنا عندي 75 كيلو نيوتن بير متر. هسه هاي اقدر بسهوله، ايش اقدر اسوي لها؟ اقدر بسهوله احسب العزوم منها. رسمتها هنا بهالاتجاه حتى ايش هذه الفيجر كامل، حتى بس اشوف لك ياهي الكولوم ستريب وياهي الميدل ستريب، لانه هذه ايضا شغلات اخرى طلاب يغلطون بها بالامتحان. شوف عندي الكولوم ستريب ايش قد عندي؟ عندي 5 متر منها السبان باتجاه الاكس اكسس، وباتجاه الواي اكسس عندي 6 متر. اوكي اخذ اقل سبان، اقل فضاء، ايش قد اقل اقصر فضاء؟ 5 متر، لان عندي 5 و6 اقل وحده 5. راح اقول 5 على 2 2.5، خليها هنا وارسم دائره، قطر هذه الدائره 2.5 متر، وارسم هذه الدائره فوق كل عمود قطرها 2.5 متر. اوكي وارجع بس هاي الخطوط اخليها عليها بعدين، ومنها احسب. اجي مثلا على هذا الافق اقول هذا شنو؟ هذا اسع علينا حمل، قلنا ايش قد؟ 75 كيلو نيوتن بير متر. وايش قد هذا البي مالته؟ العرض مالته هذا ايش قد؟ باو هنا قطر الدائره ايش قد؟ 2.5. فاذا عرض هذا الستريب، هذا يسمونه كولوم ستريب، هذا والعرض مالته بي ايش قد؟ 2500. طيب هذا الثاني يشبه هذا، فما يحتاج اكتبه.
طلع عندي هذا الوسطي. شوف هذه ستة. هذه ستة كلها. نص الست نص النص اثنين ونص منها واثنين ونص من راح منها. نصها إيش قد منها؟ واحد وربع. منا لي هنا واحد وربع. ومنا لي هنا واحد وربع. فراء واحد وربع واحد وربع اثنين ونص ناقصا ستة. يعني هذا الفضاء ستة متر. فستة ناقصا واحد ونص اثنين ونص يطلع لنا ثلاثة ونص. هذا شنو هذا؟ ميدل ستريب. والبي مال تشقد 3500. واضحة؟ ليش ما قلنا بالعكس؟ لأن هو بس هذا شو؟ قسمنا خمسة قسم ستة. ها نص بنص. لا ليش نص؟ ما هاي هذا من هون إلى هون إيش قد ستة هذا مثلا؟ هاي المسافة ستة من عليه هنا. هذه كسر قسمت أخذت 2.5 2.5. إيه هاي منها 2.5 هذا أس الدائرة قطرة 2.5 فواحد وربع منها من المركز هذا إلى حد هنا إيش قد؟ واحد وربع. من المركز هذا إلى حد هنا إيش قد؟ أيضا واحد وربع. وهاي 6 متر. لا دكتور سنتوك على هاي أنا. البقعة إيش قد؟ 3.5. دكتور سنتوك أنا ما على هاي. أنا دحكي ده ما قد 2.5 و2.5 إيش ما دخل قسم هاي اللفة يعني اللي على اليسار. إذا ما قسمت هذه قد لا دكتور أنت ما أخذ حاولوا هذا الدنجة حاول أخذت 2.5 و2.5 تمام؟ اللي قسمت الخمسة إيش اللي قسمت أخذ 3 بالـ3 هوني ما يصير؟ لا ما يصير 3 أنت تأخذ أقل فضاء. أقل فضاء عندك 6 و5. أقل فضاء واحد منهم أقل واحد منهم منه 5 فتقسمها على 2 وتأخذ هذا يعني هذا الدايمتر مالته هذا الدايمتر دي راح يكون عندي مينيمم دايمج مينيمم سبان على 2 هلا واضح مينيمم سبان على 2 هذا الدي دايمتر ما بس مال هذا مال كل يعني. طيب هذا هسه نرجع نكتب عليه انه بي ايش قد راح يساوي لنا هذا بي راح يساوي لنا 2500 بالايش بالكولوم ستريب تمام ادري مره بالكولوم ستريب وإذا رسمت واحد ثاني يمه بس هذه منها أسدها هذا راح أقول شنو هذا البي مالته إيش قد راح يكون عندي 3500 العرض مالته وهذا شنو راح أسميه ميدل يعني واحد يشبه هذا يعني كأنما أنا هسه هذا أقطع هذا الشكل هنا أي أي هذا سكشن اي اي هنا سكشن اي اي يعني يخترق من هذا عمل او سكشن بي بي يكون بالوسط هنا سكشن بي بي سكشن بي بي هذا سكشن بالوسط راح يكون السكشن مالته هش العرض مالته هذا السكشن بي بي ايش قد 3500 اوكي هذا باتجاه الافقي باتجاه العمودي نفس الكلام راح يصير بس باتجاه العمودي فكتبتها انا هنا فعندي ايش قد عندي منا 2500 راح تجي خلي ارسم لكم اياها هنا انا وين نسوي نرسم على ورقه جديده هذا ايش قد قلنا 2500 هاي المسافة منا لهنا ايش قد 6 متر وهاي 6 متر شوف هذا السكشن راح يكون بهالاتجاه هذا 5 متر اها شوف ايش قد عندي هسه عندي هذا العرض مالته ايش قد هذا راح يكون عندي كولوم ستريب وهذا راح يصير عندي شنو؟ الميدل يعني شلون؟
يعني الساعة أجي إيش قد هذا عندي من نالي هنا 2500 اللي هو أرض أقل إسبانة على 2 طال عندي هذا إيش قد عندي أيضا 2500 طال عندي هذا الفضاء إيش قد هذا البطء شوف هذه من نالي هنا إيش قد 1250 وهذه 1250 وكلها هي هاي من نالي هنا إيش قد 5 إذا الوقت إيش قد 2500 فإذا هذا أسرع أقول عليه إنه B يساوي لنا إيش قد 2500 بالكولوم ستريب كأنه ما عندي سكشن بهالمكان هذا خلي عنه نرسم بلون أحمر هذا سكشن A داش A داش هذا راح يكون سكشن A داش طبعا وايضا عندي هذا ايش كولوم ستريب ايضا راح يكون عندي ثاني اللي هو ايه هنا سكشن B واضحين السكشن بي داش يعني بالوسط هذا هذا راح يكون البي مالته ايش قد 2500 عرض هذا هاي الشرطه ايش قد 2500 واضح وهذا ايش راح نسميه راح نسميه ميدل ستريب واضح والبي مالتي مثل ما قلت لك 2500 وهذا الاسبان مالته من نالي هنا ايش قد 6 متر رجعنا واضح رجعنا حسبنا الدبليو هنا هذا دبليو ايش قد عندنا قلنا 62 ونص هذا 2500 ولا 3500 2500 عين فجوكيت 6 6 متر اي وكيت 6 هذه 6 متر البي مالها استاذ يمكن 3500 لا البي 2500 ايام 2500 استاذ هاي مال 5 متر ما قلنا بالجهه العمودي قام يشتغل يا ابني هسه ارجع اللي قبله 3500 صح لازم تفرقون عن الشيء قبل شويه اخذناه هذا السعر في الاتجاه بي الكولوم ستريب ايش قد هذا العرض مالته هذا العرض مالته ايش قد 2500 الوسط اللي بقى ايش قد العرض مالته 3500 وهذا رسمناه هنا 3500 انتهى هسه نحن نشتغل بهذا الاتجاه يعني كانما هالشكل نشتغل بهذا الاتجاه هاي ايش قد قلنا الحمل علينا 62 كيلو نيوتن بير متر نجي نطلع الفضاء الصافي هنا ايش قد الفضاء الصافي الفضاء الصافي 6 ناقصا 0.4 ليش 0.4 لانه الكولوم هذا عرضه 0.4 ف 0.4 على 2 من هنا 0.4 على 2 من هنا فيصير 5.6 متر فالام نوت راح يكون دبليو ال نوت سكوير على 8 راح يساوي لنا ايش قد دبليو 62.5 مو تخلي 12 ونص ما يصير 12.5 ليش ما يصير 12.5 لأن 12.5 كيلو باسكال والكيلو باسكال موزع على نيوتن على المتر مربع أنت لازم تحوله إلى كيلو نيوتن بير متر بالأول يعني تحول الوحدة مالته إلى كيلو نيوتن بير متر وبعدين تستعمل هذا فيش قد في 5.6 تربيع على 8 يطلع لك القاسم طبعا نفس الكلام بهالاتجاه هذا احنا ايش قد طلعنا الـ W بهالاتجاه دبليو طلعنا له 75 شوف كيلو نيوتن لكل متر هسا اقدر اسوي بيها شنو المهم اجي اطلع هاي المسافه الفاضيه ايش قد الفضاء من فضاء عمود من وجه عمود الى وجه عمود ايش قد هاي المسافه طلعت 5 مو صحيح ف5 ناقصا 0.3 يساوي لنا ايش قد 4.7 متر فاذا هسا اذا جينا حسبنا العزم مالته ايش قد راح
يكون n not square على 8 فراح يساوي جد 75 في l not اللي هي جد أخذناها 4.7 square على 8 دكتور ذيك الفوق 245 طلع ايه هيا حسبناها وخليناها بالجدول فجينا ايش سوينا حطيناها بالجدول سوينا جدول بهالطريقة هذه وقلنا اكو لونج سبان عندنا واكو عندنا شورت سبان واللونج سبان عندنا كولوم ستريب وعندنا ميدل ستريب وبكل مكان عندنا نيجاتيف وبوزيتيف مومنت اوكي بعدين راح نوزع التسليح حسب النيجاتيف والبوزيتيف مومنت مكان فجينا ايش قلنا باللونج دايركشن ايش قال عندي باللونج دايركشن عندي 6.62.5 في هذا باللونج دايركشن في 5.6 سكوير على 8 ايش قد انطتنا طلعنا 245 كيلو نيوتن بير متر قلنا هذا ايش راح نسوي بها راح نوزعها باستخدام كوفيشينات حتى نطلع المجموع هذا العزوم كلته تعطينا ايش قد تعطينا 245 ونفس الحاله بالاتجاه القصير ايش قد 75 في 4.7 سكوير على 8 ايش قد انطتنا 207 إن هاي 207 بالشورت دايركشن أيضا لازم نوزعها العزوم بطريقة بحيث مجموع هاي العزوم تنطينا 207 نجي إيش سوينا أخذنا الكولوم ستريب قلنا بالكولوم ستريب أكو جزء بينه نيجاتيف وأكو جزء بينه بوزيتيف وبالميدل ستريب أيضا نيجاتيف بوزيتيف نفس الكلام بالشورت دايركشن فأخذنا الفاكتورات حسب الجدول هذا الجدول تعرفون شلون وزعناه هسه راح ناخذ مثال ثاني يوم راح تشوفون شلون وزعناه الفاكتورات فما اريد يعني اطلعكم منها ووديكم على الفيديو فاخذنا نيجاتيف 0.6 وين اكو نيجاتيف عندنا الديستريبيوشن فاكتور بينه راح يكون ايش قد راح يكون بينه 65 فحطينا 65 هنا 65 هنا وين عندنا بوزيتيف مومنت الفاكتور حسب الجدول الشارت 0.35 هاي راح اشوفكم اياها مره اللي خليهم اكو فاكتور ثاني اللي هي التوزيع حسب النيجاتيف والبوزيتيف الكولوم ستريب والميدل ستريب يعني انت شوف هنا شيء عندك لا حتوزع على توزيع يعني عندك فاكتورين فاكتور للكولوم ستريب وفاكتور للايش للميدل ستريب وفاكتور للنيجاتيف وفاكتور للبوزيتيف شوف هاي الحمراء اللي اشرتها كلها للنيجاتيف والبوزيتيف ظلت عندك الفاكتور الثاني اللي هي ميدل ستريب وكولوم ستريب ايش قد قال لك الكولوم ستريب شكو عندي كولوم ستريب ياخذ 75% والفضله ياخذها منهم ياخذها النيجاتيف طبعا هاي ايضا من التشارت تجي والبوزيتيف ياخذ 65 وياخذ 0.4 الفضله مالتها شوف هاي لو جينا 245 ضربناها في 0.65 في 0.75 طلع لنا 119.4 الثانيه 245 في 0.35 في 0.6 انطتنا 51.4 الثالثه 245 في 0.65 في 0.25 انطتنا 40 الرابعه 245 في 0.35 في 0.4 جيد انطتنا 34.3 هذا الارقام كلها لو جمعناها ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا 245 هي مجموع السميشن اللي سويناها كلها راح يرجع لنا اياها فهي بس وزعنا الحمل كل واحد اخذ نصيبه من مثل ما نقول من هذا الحمل او العزم الموجود عليه طبعا بالاتجاه القصير نفس الكلام عيده بالحرف ظل عندي البي البي هاي ليش من رسمت لكم اياه حطيت البي عليه حتى ما تغلطون بيها شوف البي هنا العرض مال ستريب مال لونج ستريب كله تو نفس الشيء هذا مال لونج هذا اللونج اللي هسه قبل دقيقه رسمتها هنا ايش قد انطتنا هذا يسوي اياكم انا رسمت اللونج هذا اللونج اللي هو 6 متر ايش قد البي مالته 2500 الثانية البي مالته ايش قد يعني هذا العرض مالي هذا ايش قد 2500 الوسط ايش قد ايضا 2500 هاي 2500 وهذه ايضا 2500 يعني هذا 2500 هذه ايضا 2500 بس هذا الفضاء هالمكان 6 متر فلهذا نحن قلنا عليه هذا اللونج سبان لونج سبان فالعرض مال هذا ايش قد 2500 العرض مال هذا ايش قد 2500 يعني هذا 2500 وهذا ايضا 2500 فجينا حطيناه هنا قلنا 2500 الكولوم ستريب بالنيجاتيف والبوزيتيف نفس الكلام الميدل ستريب 2500 و2500 يعني بالضبط هذا وين راح يصير؟ راح يصير هنا يقلنا عليها هذه النيجاتيف هنا نيجاتيف كولوم ستريب هذا بوزيتيف
كولمستر. هذا ايضا نيجاتيف كولمستر. شو الثاني يعني بس استاذ بالمدرسة بس خليك استاذ بالمدرسة ترفينا مع 3500 هوني 2500 ابوي مقلنا هنا هنا 3500 هنا الكولم ستريب 2500 الميدل ستريب 3500 يعني هاي 3500 ايه هاي والله هاي قبل اي مقابله لا هذه هذا البي هذا بي 3500 هي غير قابلة يعني هذه 3500 قابل مقابلة يعني على اليمين والجوة تأخذ 2500 بالرسم دحق أبوي هذا إذا أخذناها الشكل وين راح تصير؟ راح تصير إيه هنا هذه ما لك علاقة بها أنت ما راح تسلح بالاتجاه هذا بهالاتجاه تسلحه إيه هنا يعني هذا السكشن من نطلعه ونحن راح نخلي بينه تسليحه بهالاتجاه هذا هذا الشكل أريده فأريد أعرف البي مالته هذا جديد هذا البي ايش قاعد هالشكل هذا البي حتى اخلي بينه ايش تسليحه في الاتجاه هذا فالبي مالته هذا 2500 اذا كان كولم ستريب والعرض مالته الثاني واذا كان في الاتجاه الثاني 3500 واضح حتى ايش حتى احط هاي النقاط هنا واضح؟ يعني باتجاه القصير هذا 5 متر باتجاه المصير القصير اللي هو 5 متر البي راح يكون عندي بالميدل ستر بشقد 3500 واضحة؟ لازم شوي بس تفرون الورقة وتفرون شوية دماغك طيب البي شقد عندي؟ عندي 2500 ظل عندي بالشورت دايركشن بالاتجاه القصير ايش قد عندي؟ عندي 2500 الكولم ستريب ايضا 2500 الكولم ستريب الكولم ستريب شوف دائما 2500 ما يلعبين ظل عندي بس الميدل ستريب الميدل ستريب بالاتجاه الطويل راح يكون 2500 ايضا بالاتجاه القصير راح يكون هو الاطول لانه عرض فالعرض يروح بالاتجاه الاخر واضح؟ يعني لازم بس شويه كروس سكشن تاخذون حتى تفهموها شلون يعني. اوكي؟ فراح يصير عندي هاي 3500 طبعا انت اسلم طريقه لك حتى تفهم هذه انه ترسم اذا ما ترسم ما تتخيل 3500 بل عندي الدي هذه الدي سالوني عليها طلاب ايضا قلنا ايش قال الدي قيمتها 170 ليش لان قلنا اخذنا 200 ناقصا 30 ايش قال صارت 170 صارت 170 كلها بالاتجاه طويل 170 فشوف ايش قلنا بالاتجاه القصير سويناها 160 ليش؟ لأنه أنا ما ممكن أحط كل التسليح بنفس المستوى يعني هذا التسليح بهالاتجاه التسليح باتجاه الآخر ما ممكن أحطه يمه هالشكل ما ممكن فلازم أحطه فوقه بهالشكل هذا هذا إيش قد أي هذا إيش قد العمق مالته هذا؟ هذا 160 العمق مالته أوكي هذا العمق من الأعلى إلى حد هذا 170 بس هذا الثاني هذا منا أنا قصبة فد 10 و 12 لأنه ليش؟ لأنه راح يكون هاي الطبقة الشبكة قاعدة فوق هذيك يعني هاي جوه هالشكل خلينا نقول الثاني راح تصير هالشكل قاعدة فوقها أنت ما يصير تاخذ يعني ما نقدر نحطها كلها نفس المنسوب واضح؟ لازم نحطهم فوقها فهذه راح نرفعها شيء بسيط يعني اذا تريد ترسمها هنا بس حتى بس تتخيل شلون حصير هذه ايج ايج ايش قد قلنا 200 راح يكون حديد تسليح هنا حديد تسليح الاخر الشبكه راح تجي تبعد فوق هذه هذه منا اللي هنا جد قلنا إنها 30 فهذه أول دي جد راح تساوينا 200 ناقصا 30 ويساوينا 170 الثاني راح يصير إلى مركز إي هذا يمشي من قطر زي 12 أو 10 خلي نقول 10 خلي نقول هذا 12
بنصها شقد 6 وهاي نصها شقد 6 صار 12 فاني قلت 10 يعني قلنا 170 ناقصا 10 او 12 ايضا ممكن يعني 160 او 158 فين بيصير انا اخذت 160 ممكن تاخذ 158 وين يا امينه موجودي معنا لا ما موجودي إيه بقى هذا الفيديو لازم تقشعه بعدين يا امينه لانه هي سالت عليها طيب فراح يصير عندي 160 او 158 نفس الكلام ما عندي اخلي الاف سي برايم اف واي نفس الكلام واحسب منه رو شوف هنا كل شغلة رو تحسبها حتى تكون انت راسك مرتاح تحسبها بالطريقة هذه تحسبها بالقانون الطويل اللي هو راح يكون عندي ايش راح يكون عندي مثل ما راح اكتب لكم رو هنا رو يساوي لنا اول شيء احط تحت الجذر حتى واحد ناقص كان مع استخدم بالحاسب في مومن في 10 و 6 على 0.9 تنشن كنترول في 0.85 في اف سي برايم اللي هي 20 في بي اللي هو 2500 في دي اللي هو 160 او 170 في دي سكوير هاي كلها احسبها اطرحها من واحد احطها تحت الجذر بعدين اطرحها من واحد بعدين اضرب هذا المكان كله 3.85 اف سي برايم على اف يعطيني قيمة رو صح؟ فجيت كتبت قيمة رو 0.47 شوف الله شفت العزم ايش قد عيصير كان عندي العزم 51 مثل ما تشوفون هنا 51 0.5 ايش قد انطاني رو؟ انطاني رو 0.16 يعني تقريبا راح اصل الى ايش؟ 0.02 إذا وصلت 0.02 اللي هو minimum reinforcement فالبعدها شوف من انطاني 0.40 ايش قد انطتني؟ انطتني 0.15 40 انطتني 0.15 هاي ممكن احسبها إذا احسبها قطعا راح تنطيني قيمة أقل من 0.15 لأنه هنا 40 حطينا انطتني 0.15 فما حسبتها أيضا قلت ماكو داعي احسبها ليش؟ لأنه راح تطلع أقل من الرو مينيموم راح آخذ الرو مينيموم يعني إيه هاي أقل من الرو مينيموم فقطعا هذا راح تطلع أقل من الرو مينيموم شوف هذا 101 ايش قد انطاني رو 0.447 شوف الثاني ايش قد انطاني الرو 0.18 شوف هنا نزلت جوا الرو مينيمم لان الرو مينيمم 0.2% فانا اذا 43 انطتني اقل من الرو مينيمم فهذول ما يحتاج احسبهم لانه قطعا راح يكونون اقل من الرو مينيمم فما حسبتهم ايضا فماكو داعي احسبهم نهائيا نجي بعدين حسبنا الاي اس، الاي اس من هالطريقة هذه ايش قد انطتني؟ انطتني هذه في بي في دي كلها هاي في بي دي نجي اي اس مينيموم ايش قد الاي اس مينيموم؟ 0.2% حسب الكود في بي في دي في ايدج في بي في ايدج وليس في دي فراح يصير 0.2 على 100 في 2500 في 200 ايش قد انطاني؟ الف كلها الف ما عدا هذول البي مالتهم تختلف لانه البي مالتهم 3500 انطتني 1400 نجي نختار هنا شوف عندي 2000 ولا 1000 2000 اكثر اخذ ال 2000 نجي عندي هنا ايش قد عندي 833 وعندي 1000 اي ما هي الاقل؟ طلعت اقل من الروم المهم فاذا ناخذ اي اس مينيمم اللي هو 1000 نفس الكلام 1000 بس هذا المكان انطتني اعلى اخذته والباقي اخذت روم مينيمم او اي اس مينيمم في كل مكان نجي هسه نحسب الحديد تسليح اللي نحتاجه، ايش قد عندي حديد تسليح احتاج؟ اذا افترضنا ابو العشرة ابو ال 12 والاي اس بار ابو ال 12 ايش قد 113 فالمساحه اقسم المساحه الكليه على 113 ف 2000 تقسيم 113 18 بار طبعا ايضا نعمل راوند اوف لرقم اعلى وليس رقم اقل 1000 تقسيم 113 9 1000 تقسيم 113 هذول الارقام كلها 9 هنا 16 هنا. اول شيء اخذه وبعدين احسب من السبيسنج اللي هو السبيسنج اخذ البي مالتها ايش قد 2500 اقسمها على العدد يطلع لي 139 هذه ماكو داعي حتى لو ما حسبتها اخر رو ماكو يعني نجي اول قيمه انت تستعملها يا قيمه تاخذ البوزيتيف تاخذ البوزيتيف البوزيتيف ايش قد عندي؟ ترس على البلس
طبعا هاي اول سنه انا اعمل محاضرات لانه ما خلي على الورق نهائيا. هاي اول مره نجي لونكس لونك لونك هذا اللي شوف هو هالشكل لونك يعني هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود وهذا العمود وهذا المقطع مالته بس انا راح احفرها بس لونك يعني او خليها بلونك. هاي ايش قد هاي من نالينها اول شيء اخذ شنو اخذ البوزيتيف اول شيء اجي هنا مثل ما قلت هنا تجي اول شيء تقرا هنا ايش مكتوب فوق كولوم ستريب البوزيتيف مالته ايش قد 9 فاحتاج 9 بالبوزيتيف اجي احط التسعة هذا البوزيتيف هذا المكان سمينه بوزيتيف فاحتاج هنا 9 فاحط بكيفي احط 5 اقسمها من النص احط نصها مستمر نصها بينت او اوف سيت يسموها يعني نصها اخليهم عدل نصها اعوجهم فخليت 5 لانه 9 عدد فردي ما زوجي فاختاريت يعني يكون الستريت 5 والبينت شقد البينت 4 فخمسه راح يكونوا مستمرين واربعه راح يكونون بينت فهذا الأربعة بينت من يجي هنا يجي أربعة بينت نحو الأعلى من الصفحة الثانية أيضا يجي أربعة لأنه هو أكو هنا فضاء آخر من المكان هذا ونفس الكلام من الأسفل هذا البينت إيش استفاد من نعم هذا البينت إيش استفاد منه هذا الشكل هذا الرسم استفاد منه حتى أعطيني الحداد حتى يروح يوزع لي الحديد لا دكتور هذا الحديد ليش نحن نعود ليش شكله مشكلة أنا صابلي فوق ليش نعود ليش أوكي أوكي شوف هنا بهالمكان البوزيتيف النيجاتيف هنا راح يصير يعني النيجاتيف راح يصير بالاعلى هنا راح يصير النيجاتيف واضح هنا يصير النيجاتيف ليش انه العزم راح يصير شلون راح علينا شلون احنا ما قلنا احنا لازم نعمل ايش حتى يقاومنا العزم نشوف يصير بهالشكل هذا العزم هنا النيجاتيف هذا بوزيتيف من يجي فوق الكولوم يصير النيجاتيف بالاعلى فأنا إيش حتى أختصر بالحديد هنا ما نحتاج بوزيتيف أخلي جزء قليل الباقي أعوجه أطلعه فوق بالمكان اللي أحتاج بينه أنا حديد لأن هنا إيش راح يصير بينه راح يصير عندي كراكس تنشن وهنا راح يصير عندي كراك فأنا أخلي الحديد وين مكان بينه تنشن فخليت 5 بأربعة هنا 5 ستريت 4 بنت وأيضا 4 بنت بهالاتجاه بنت آخر يجي من الاتجاه الآخر من هالفضاء يجي 4 ومن هذا المكان أيضا يجي 4 فيجيني بنت من مكانين يعني رقم ثلاثة هي تجيك بنت من مكانين فأربعة في اثنين تضربه يصير عندك ثمانية بنت أنا إيش قد أحتاج مطلوب بالنيجاتيف أرجي أقول النيجاتيف أبغى فوق هنا النيجاتيف النيجاتيف إيش قد أحتاج 18 شوف دائما أخذ أول مرة البوزيتيف أوزع وبعدين أشوف النيجاتيف إيش قد أحتاج 18 إيش قد يعني كن جاني بالبنت معوج من الطرفين جاني منها 4 ومنها 4 8 جني وعندي 18 ايش قد احتاج اخلي اضافي احتاج اديشنال اخلي 10 فلهذا هنا كتبت لك 10 اديشنال اوكي هلا 10 اديشنال هاي كتبت لك اياها يعني. اذا تريدون نقلبها هالشكل حط شوف يعني دكتور في النقط هون فوق هذه اكتبت انت في نقط اكتبت اوكي هاي قلبتهم هنا شوف هذه اول شيء هنا نحتاج 9 بالنيجاتيف حطيت 5 ستريت و4 بنت بنت بهذا الاتجاه 4 بالاتجاه الاخر ايضا 4 بعدين جاني 4 من هنا و4 من هنا 8 انا احتاج ايش قد احتاج 18 ايش قد اضافي احط 10 فاي 12 اديشنال هذا اضافي احطه فوق شوف عليه واقطعها هالشكل يعني ما جاي من اي مكان شوف بينما هذا القبله هذا جاي منا معوج هنا ورايح هنا شوف هذا الثاني منا اريد اخليه بلون اخر حتى هذا باللون الاحمر واضح شوف هذه اربعه منا معوجات اربعه منا معوجات صارت ثمانيه احتاج 18 فاذا احتاج اضافي اخلي 10 اضافيات هنا. نفس الكلام هذا وزعت الحديد ايش باتجاه الكولوم ستريب وزعت ال 18 وزعت ال 9 ظل عندي بالميدل ستريب الميدل ستريب اللي عرضه اشقد 2500 ب 2500
احتاج ايضا او 999 احتاج قد اخذ ايضا ابارو على وين اول اخذ البوزيتيف البوزيتيف ايش قد عندي هنا عندي 9 فاجي اخذ 9 هنا ايضا نفس الكلام راح اقوله طبعا هذه 6 متر بس انا قالبها للورق فتسعة راح اخلي 5 ستريت 4 بيلد طبعا بالعكس ايضا ممكن تحطها يعني مو ماكو اشكال يعني ممكن تحط 4 ستريت و5 بيلد ما تفرق شو عندك بعدين هاي صارت 9 اوكي ما عندك مشكله بيها راح تجي 4 منها بنت هذه تجي منها 4 راحت بنت هالشكل وايضا هاي نفس الاربعه راحت بارتجاه الاخر ايضا جتك 4 ايش قد صاروا عندك صار عندك 8 ايش قد تحتاج انت انت تحتاج بالبوزيتيف هذا يعني بس واحد تحتاج 9 فتحتاج تخلي واحد اضافي هالشكل خليه دائما هالشكل هذا اديشنال اضافي واحد خليه اضافي اخواني انت مسمى يعني هناك التوزيع في الاتجاه الاصلي نفس الكلام بالشورت دايركشن ايش قد نحتاج ايضا بالشورت دايركشن جزء صراحه تكون اكثر شويه اسهل يعني هذه افقيه راح ناخذ ايضا الكولم ستريب وناخذ ايش قد ناخذ اول شيء 9 ايضا 4 ب 5 ستريب نجي هنا ايش قد احتاج؟ احتاج 16 4 جايتني من هنا و4 جايتني من الاتجاه الاخر 8 8 ناقصا 16 اذا احتاج ايش قد اضافيات؟ 8 8 ومثل ما قلت لكم هاي ايش شوي بس حتى ايش؟ حتى تبين هذه الاضافيه اضافه اديشنال هذا نيجاتيف يا شباب هذا شنو بوزيتيف شوف هذا حتى ما تغلطون بيه هذا نيجاتيف فوق العمود هذا بوزيتيف هذا شنو كولوم ستريب وزعنا عليه ظل عندي شنو ظل عندي النيجاتيف البوزيتيف والنيجاتيف بالميدل ستريب فهذا شنو اجي على الميدل ستريب على الميدل ستريب فعندي بالميدل ستريب اجي اول شيء اخذ شنو اللي قلنا مثل ما قلنا اخذ البوزيتيف ايضا عندي هنا 13 13 اقسمها لانه البي مالتها ايش قد هاي 3500 فايش قد عندي عندي 7 راح نحطها بالمستمرات و6 بنت فالستة جايتني منا و6 جايتني من هناك ايش قد صاروا 12 واحد اي مطلوب عندي واحد احطها حتى قبل حالك كملت التسليح من اخلص التسليح اعطيهم فقط التسليح للمنفذ حتى ينفذ لي هذا الفلات سلاب اللي عندي سؤال على الفلات سلاب خلي بس نوقف التسجيل وحتى اعطيكم اياها هاي الاوراق مره ثانيه راح اعطيكم اياها يا ولد اهم شيء ذكرت التسجيل يا ولد توينا درسناها ما فهمناها يعني